فينا نلتقى هونيك؟ هلأ؟ ايه، معلش؟ معلش؟ ايه عادي، معلش، تعال هلأ. اوكي، مسافة الطريق. باي باي. لك شو هلأ؟ لك كيف بدي ثبت بحالي هلأ؟ قد ايه بدي لحق هلأ طقم لو رتبك شو بدي ألبس؟ مظبوط، ميا كانت عم بتفتش علي لتهديك يا بعيد ميلادك. كانت مفاجأة كبيرة، ما هيك؟ معقول تكون فهمتني غلط؟ أستاذ عماد؟ لك أستاذ عماد؟ ألو؟ أستاذ عماد؟ ميا، إحنا لازم نحكي ضروري. طيب، نحكي، في شي مشكلة؟ إيه، لا، بس نقعد نحكي. بتعرفي أنت وينك، بالبيت؟ إيه، أنا بالبيت. جايب شي طيارة خاصة بدك تصف عنا على السطح؟ جايب السيارة، بكي شي مياه؟ لحق، يروح ويجي، ما عم بفهم. رجعت من السفر؟ أنا ما سافرت لحتى أرجع. منك مع لميس؟ لا، ماني مع لميس. أوكي، شو بدك؟ بدك روح لعندك؟ لا ميا، أنا صرت بالشارع يلي قريب عبيتك. فين نلتقى هونيك؟ هلأ؟ ايه، معلش؟ معلش؟ ايه عادي، معلش، تعال هلأ. اوكي، مسافة الطريق. باي باي. لك شو هلأ؟ لك كيف بدي ثبت بحالي هلأ؟ قد ايه بدي لحق هلأ طقم لو رتبك شو بدي ألبس؟ اشتقت لك، اشتقنا لك، كلنا بالشركة اشتقنا لك. استاذ عماد، أنا اضطريت ألغي موعدك مع استاذ حلمي مرة تانية لأنه كنت فكرتك بعدك بباري وما أخذت القرار من راسي. سألته لأستاذ جاد وقال لي أوكي ميا، فيكي تأجلي له الموعد. ميا رؤي، مش هيدا هو الموضوع جاي أحكي فيه هلا. شو لكن؟ ميا. نعم. رح نضل واقفين على الطريق؟ امي وخيي نايمين بالبيت، واذا طلعنا منوعيهم. اوكي. طيب شو رايك نقعد بالسياره؟ انا بعرف وين فينا نقعد. كل شيء بيربل. واو، فيري نايس. انا عامله كل شيء. تفضل تفضل. صراحة ما بعرف إذا بعد عبالي أحكي، يعني عم فكر أتأمل بهالمطرح الحلو. واو، عبالك تحكي. طيب، لما كنت غايب أنا عن الشركة أنت وجاد؟ إيه، أنا وجاد اهتمينا بكل شيء وأخذنا شوية شغل عن بعض وكنا كتير مبسوطين وما كان في نيجاتيفيتي بالأجواء. مية مية مية، لحظة، يمكن أنا فهمتك الموضوع غلط. رح أرجع عيد من الأول. أنت اللي جبت الكتاب Pride and Prejudice؟ المعلم نمر خبرني كل شيء. خبرك شيء تاني كمان؟ ليه، في شيء تاني لازم أعرفه؟ لا،
بس ايه انا اللي جبته. قال لي انك نبشت عليه كثير قبل ما تلاقي عنده. ايه بس سؤالي هو قول ليش عطيتي الكتاب للميس؟ ليش ميا؟ ما بقدر خبرك. بترجيك قولي انا عم بفهم غلط؟ حابب اعرف. لا ما عم تفهم غلط. انا استاذ عماد هديك اليوم شي قلت لي انه ما بتحب هيك قصص تصير بيني وبينك بالشغل، وانا فهمت كل شي. كيف؟ جيت لهون لتعذبني؟ لا شي احكي معك بكل صراحة، لانه ما بدي شي مخبى بقى بيناتنا. عم تفهمي؟ طيب بليز بلا ما نحكي. شو بعمل؟ استاذ عماد انا ما بقدر اتحمل، حاسه انه كل الاشياء فوق راسي. بليز قبل استقالتي. بدك تستقيلي؟ بدك تفلي؟ انت قادرة، انت حرة، رأي بكرة على الشركة قد ما استقالتك. عصير خضرة مثل ما طلبت مني. شو بك؟ صار لك شي؟ يمكن مكترت لك بهار ملح. ما بعرف استاذ عماد ليش عامل بحالك هيك؟ يعني واحد مش بضطر يوعى الصبح ويشرب عصير خضرة وياكل زيتون وخيار وبندورة وخسو. طيب يعني انه واحد بيهتم شوي بصحته بس مش هالقد. أو لا؟